قرر اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الاستعانة ببعض شركات الأمن الخاصة لتأمين لقاء المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويواجه الفريق البورسعيدي نظيره أجرين بافلز الزامبيا السبت المقبل. وأعلن مسؤول الجبلاية في وقت سابق أن المباراة التي سيحتضنها استاد بورسعيد بحضور 10,000 مشجع، وتقام مواجهة العودة يوم 20 من فبراير الجاري في زامبيا.